أشرف بورشيه، شاب 26 سنة، ولد كازا، إعلامي مقاول إلى حد ما، فنان. لا، كانت لا سيزون الأخرى ديالها اللي تبتات هي لا سيزون الثانية، الموسم الثاني اللي انتهى البت ديالو سنة 2019. كاين مشروع ديال الموسم الثالث اللي غيكون سبيسيال بواحد النوع من الضيوف، واللي حنا اللي دابا كنبريباري ليه مع ايكيب اخرى، واللي غادي يتم البث ديالو في منبر اخر. بالنسبة ل كاين غير هاد البروجي ديال اهلا لا اهلا، كاين شي حاجة اخرى؟ لا، كاين شي حاجة اخرى جوا؟ كاين بزاف ديال المشاريع على مستوى، لا على المستوى المهني، سواء في شق الاعلام او في شق التواصل، بحكم انني كنشتغل في هذا الميدان كذلك، ولا حتى على المستوى الفني كاين مجموعه من المشاريع، غير كل حاجه كتخرج بوقتها. هادشي حاجه طبيعيه، لانه اشرف يلاه بدا مجال الاعلام في 2017، دونك الى كدوي على السنوات الاخيره يعني من 2018 لدابا، فمسألة طبيعية لأنه ما كانش يمكن لي ندير الإعلام قبل. أنا حتى 2017 عاد بديت. مسألة راجعة لحبك لواحد الحاجة اللي أنت كتبغي. فاش كتحب واحد الحاجة كيكون عندك واحد الحد من المثابرة اللي ربما زايد على الناس اللي مثلا كان الاختيار ديالهم لهذا الميدان، ولكن ما كانش هذاك الشغف وما كانش ذاك الحب. ملي كيكون الحب والشغف، اي حاجه عندها علاقه بلا باسيون بلامور الواحد داكشي اللي تدير، ملي كيكون هاد الامور هادي متوفره، ف كنظن انك كتجتهد اكثر. هادشي كيخليك تجتهد اكثر، ساعات العمل وساعات التطوير من الذات في هذاك الشق هذا كيكون بوتيره كبيره وبكميه اكبر، فالنتيجه ديال انك توصل لمستويات زوينه في وقت وجيز فهو تحصيل حاصل كيبان لي. السبب هو ان هي ان مشتقه من الثقافه الشعبيه ديال المغاربه. ملي كتشوف الكونسيبت وكتجي كتحاول انك ديكورتيكي هذاك لو كونسيبت، كتشوف ان كاع المكونات ديالو مشتقه من الثقافه الشعبيه ديال المغاربه. فالمغاربه لقاو فيه ديك ليدونتيتي. ملي كنقولوا لا اهل الله، ما كاينش شي واحد اللي ما لعبهاش وهو صغير اللعبه ديال ما تقولش اه ما تقولش لا، كلشي لعبها وهي صغير، وربما هاد اللعبه محمله بواحد الخزان ديال الذكريات الجميله في الذهن ديال كل واحد فينا. الشخصيه ديال الصوت في حد ذاتها، طريقه القافيه باش كيهضر، طريقه الصوت ديالو، ربما هذيك الشعبيه ولا الشعبويه الا بغيتي في الليكسيك ديالو، ولا في الحقل ديال المعاني اللي كيستعمل والكلمات اللي كيستعمل. كاينه عند الطبقه الواسعه في المغرب، الطبقه الشعبيه في المغرب. دونك ملي غادي تمشي انا كبرت في الزيروكا مثلا، كبرت في حي مولاي رشيد. الا مشيتي لحي مولاي رشيد وانت غادي في حي مولاي رشيد، تتلاقى مع بزاف ديال مول الصوت في وسط هذاك الكارتي، كلهم كيدوبوا بنفس الطريقه، بنفس المعاني، بنفس الحده، ربما بنفس ديك لا بروفوكاسيون، بنفس شي. دونك سي ما درت والو غير حطيت واحد، جمعت مجموعه ديال العناصر اللي كاينين في الثقافه الشعبيه ديال المغاربه على باز، جمعتهم في واحد القالب ديال واحد البرنامج الترفيهي، وهادشي اللي كاين. وعطى عندي فقره في برنامج المحرج مع صديقي وخويا الكبير رشيد الادريسي في برنامج اخر كلام، وانا من طاقم الاعداد ديال البرنامج اللي كيتبت على قناه شاده تي في الفضائيه. دونك حاضر في التلفاز، حاضر في الراديو. اما المستقبليه كما قلت لك، حاليا ماشي غير المهنه ديالي هي الاعلام، هي المهنه الاساسيه اللي كنديرها حاليا، بالاضافه لانني مقاول وعندي شركه ديال التواصل والانتاج. ف وكندير شويه ديال الموسيقى، شويه ديال الراب، شويه الى اخره. دونك الجديد في اي نشق، لانه كاين جديد في كل شيء. تقريبا مازال ما بغيتش نهضر في شي حاجه اللي مازال ما تمش الاتفاق عليها، ولكن كاين هضره، كاين مجموعه من الاقتراحات، ماشي عروض، ولكن مازال ما ولاتش عروض، ولكن هي مجموعه من الاقتراحات باش يكون عندي مشاركات في اعمال فنيه مغربيه. كنشوف على حسب الوقت واش يسمح ليا وقت ديال الخدمه، انه كتعرف لي تورناج مثلا ديال
ديال الافلام ولا ديال المسلسلات كيكون مده طويله، المده اللي حيت عندي ارتباطات واحده اخرى مهنيه، كسوسوا في الراديو ولا في التلفازه ولا في المنبر ديالي ولا في الشركه، حيت كاينه شركه اخرى تاهي خصها تجيرها، دونك على حسب الارتباطات ديالي. لكن الوضع زعما مريح، انه لا المساحه اللي غتكون عندي في الدور يكون مريحه انني نقدر مثلا نمشي نشارك، فغادي يكون هذا من بين المعايير اللي غادي نقبل او نرفض. بلا بكم ما كنتش نوصل حتى شي حاجه، ان الدعم هو ذاك الدعم والشكر ديال الناس والتحفيز ديالهم والانتقاد ديالهم كذلك في كثير من الاحيان، وداك الوقود اللي كيخليك تقوم نفسك من جهه وكيعطيك هذيك الدافع لانك تكمل في داكشي اللي كدير، ربما انك دير حوايج اخرين، كيعطيك كما قلت لك واحد الدفعه، وكيعطيك حتى مسؤوليه، وديك المسؤوليه اللي كتخليك انك دير كاع ديك الامور اللي تديرها بواحد الرزانه وبواحد التقوليه، باش ما لانه ولات كما قلت لك عندك مسؤوليه، ما خصكش تحط اي حاجه وما خصكش دير اي عمل كما كان، فكتولي كتفكر 100 مره قبل ما دير اي خطوه. فشكرا لهم، هادشي اللي غنقول زعما ما نقدرش نشكرهم بالطريقه الكافيه، واخا نبقى نشكر فيهم حتى الى نهايه الحياه ما غاديش. شكرا لهم والله يخطيهم علينا. هادشي اللي كاين. مرحبا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.